بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، ممثل راعي الحفل، أصحاب المعالي والسعادة، حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في تمرين شامل السنوي الذي يأتيكم بنسخته الثامنة، حيث تجتمع 33 جهة حكومية وأهلية عسكرية ومدنية لتجسيد حب الوطن وترجمة المعاني بالأفعال والعمل الجاد الذي تديره السواعد الكويتية. اجتمعنا جميعا لنعمل بروح الفريق الواحد تحت شعار العزة للوطن والأمن والأمان والازدهار والرخاء للمواطن والمقيم. سيدي عاهدناكم على أن نحفظ الأرواح والممتلكات بمنظومة أمنية متكاملة ديدنها مواجهة الكوارث والأخطار والتحديات، في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسيدي سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. الحضور الكريم، الكلمة الآن لسيدي سعادة رئيس قوة الأطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي معالي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الموقر، ممثل راعي الحفل، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الحضور الكريم، إن تشريفكم وحرصكم على حضور تمرين شامل ثمانية لهذا العام لهو مبعث فخر واعتزاز لجميع المشاركين بهذا التمرين السنوي للجهات ذات الصلة بالتعامل مع الكوارث بأنواعها والتأكيد من تطبيقها لإجراءاتها من خلال التمارين المشتركة بصفة دورية بين هذه الجهات، وإن ما توفره الدولة من إمكانيات بشرية مدربة وإمكانيات مادية كبيرة بالآليات والمعدات المتطورة لجميع جهات الدولة كفيلة بإذن الله في التعامل واحتواء أي حادث أو كارثة سواء طبيعية أو بشرية، من خلال تسخير هذه الإمكانيات للعمل متعاونة متكاملة فيما بينها تحت قيادة واضحة وملزمة تضمن سرعة وكفاءة التعامل مع الحادث أو الكارثة، وهو ما يتم سنوياً من خلال تمرين شامل، وتم تحقيق الآتي من خلال هذه التمارين. ومن أهم ما تحقق: أولاً سرعة التحرك للتعامل مع الكوارث والأزمات والحوادث بإجراءات ملزمة واضحة منظمة. ثانياً التعامل والتكامل بالكوادر البشرية والمعدات والآليات بين جميع جهات الدولة العسكرية والمدنية والنفطية والقطاع الخاص بما يضمن حسن استخدامها لهذه الإمكانيات وتوفيرها في التعامل مع الكارثة ومن ثم التعافي بعد آثار الكارثة. ثالثاً تبادل الخبرات والمهارات بين جميع هذه الجهات في التعامل مع الكوارث بأنواعها ليكون مرجعاً ومنهجاً لإجراءات الجهات المعنية أثناء التعامل مع الكوارث وإدارة مخاطرها. وفي الختام
أتقدم لسيدي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حفظه الله لتفضله برعايته الكريمة لهذا التمرين، ولمعاليكم سيدي بجزيل الشكر والعرفان باسم جميع المشاركين على تشريفكم لنا وحرصكم على حضور هذا التمرين الذي يعكس الاهتمام بضمان سلامة الوطن والمواطنين والمقيمين من أي كوارث أو حوادث لا سمح الله. وأشكر جميع الجهات المشاركة على تعاونها لإقامة هذا التمرين السنوي، متمنياً الأمن والأمان لوطننا الغالي تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسيدي سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم يعلق على معاضل التمرين العقيد يوسف جابر عيسى. مثل راعي التمرين نستأذنكم ببدء تمرين شامل 8. سيدي حضورنا الكريم، نلفت انتباهكم بأن التمرين سيصاحبه بعض الانفجارات. بداية، تسرب غاز طبيعي من خط أنابيب رئيسي مما أدى إلى ورود عدة بلاغات بانتشار رائحة الغاز بالمنطقة. وعليه تم توجيه الجهات المعنية للتعامل مع تسرب الغاز بالمنطقة، حيث نشاهد دخول وزارة الداخلية ممثلة بأمن المنشآت والأمن العام، تصاحبها آليات قوة الإطفاء العام مركز المواد الخطرة بآليات خاصة للتعامل مع المواد الخطرة، وكذلك آلية التسريبات. حيث انتشرت سحابة من الغاز الطبيعي في المنطقة، وتدخلت الجهات المعنية من خلال أجهزة الرصد لتحديد نسبة الغاز، وذلك بآلية الاستطلاع التابعة لوزارة الدفاع، آلية الدفاع الكيماوي، وهي آلية لرصد الغازات وتحديد نسبتها بالمنطقة وتحديد نسبة الأشعة، ومنها أشعة جاما، وكذلك الغازات الحربية والبيولوجية. تساندها آليات إدارة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك إسعاف الحرس الوطني وإسعاف إدارة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة. يتم التعامل مع الأزمة والكارثة، وذلك بتطبيق نظم وإجراءات منظومة الحماية المدنية، وذلك من خلال 3 مراحل رئيسية، وهي مرحلة ما قبل الأزمة، وذلك من خلال التطبيق المسبق والتنسيق والتدريب المشترك. والآن يتم عزل المنطقة وتحديد منطقة الخطر وإنشاء المستشفيات الميدانية وتأمينها من جمعية الهلال الأحمر الكويتي واتحاد الجمعيات التعاونية، وذلك لتأمين الغذاء
عن طريق الشركة الكويتية للتموين وتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها. نشاهد الآن تدخل فرقة المواد الخطرة التابعة لقوة الإطفاء العام، وذلك من خلال آلية التسريبات والمواد الخطرة المزودة بأحدث الأجهزة للتعامل مع مثل هذه الكوارث والأزمات، حيث تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، وذلك بالاستعانة بوزارة الكهرباء. يتدخل الآن وزارة الدفاع وذلك بآلية الإسعاف لإغاثة المتضررين ونقلهم إلى مراكز الإيواء والمستشفيات الميدانية التي تم إنشائها عن طريق وزارة الصحة. حيث يتم الآن إخلاء المنطقة وإغاثة المتضررين ونقلهم إلى مراكز الإيواء والملاجئ التي تم تأمينها من قبل وزارة الصحة ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة الدفاع المدني، وتزويدها بالغذاء من وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية. نشاهد الآن تدخل وزارة الكهرباء والماء وذلك بآلية وانية الطوارئ للتأكد من فصل التيار الكهربائي عن المنطقة بالكامل وتأمينها، لتدخل الجهات المعنية للتعامل مع الكارثة وتطويق المنطقة من قبل وزارة الداخلية والحرس الوطني ووزارة الدفاع. ويتم الآن مرحلة التعامل مع الأزمة مباشرة، ويتم ذلك عملياتيا في أرض الميدان من خلال الجهات المعنية. ونشاهد الآن على ميمنة المنصة استعداد شركة نفط الكويت حيث أن الطيران العمودي التابع لشركة نفط الكويت أدخل الخدمة مروحية الهليكوبتر سنة 2019، وتتميز هذه المروحية بالإقلاع لمدة ساعتين ونصف. يحدث الآن انفجار وحريق في شبكة خط الغاز مما أثر على المناطق المجاورة واشتعال حريق في شبكة خط الغاز وحدوث انفجارات في الخزان الرئيسي والمغذي للشبكة. تتعرض المنشآت النفطية القريبة إلى أضرار وحريق جراء الانفجار. تتدخل الآن المستجيبة وهي شركة نفط الكويت QOC تساندها آليات قوة الإطفاء العام بصهاريج المياه اللازمة، وكذلك تساندها آليات الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك،
للتعامل مع الحريق الناتج بالمنشأة النفطية. تقوم فرقة الإطفاء التابعة لشركة نفط الكويت، تساندها آليات قوة الإطفاء العام بالتنسيق المشترك فيما بينهم للتعامل مع الحريق الناتج من الانفجار. وتقوم مروحية الطيران العمودية التابعة لشركة نفط الكويت بالاستطلاع الجوي وتغطية المنطقة جوياً وجمع المعلومات اللازمة لتزويدها لمركز القيادة. كما نشاهد الآن اقتحام فرقة الإطفاء لمنطقة الخطر والتعامل المباشر مع الحريق المشتعل، تساندها مروحية الطيران العمودي لكشف المنطقة بالكامل. حيث يتم الآن تشكيل القيادة الميدانية بمركز قيادة الأزمات والكوارث من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني، وهي التي تجمع القيادات الميدانية المشتركة للتواصل مع القيادة العليا بلجنة الدفاع المدني العليا، والتي أنشئت بمرسوم 21 سنة 1979، والتي رأسها سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وهي غرفة محاكاة لتجمع أعضاء اللجنة واتخاذ القرارات أثناء الأزمات والكوارث ونقلها للقيادات الميدانية المتواجدة بالموقع. نتج عن الحريق تسرب كيميائي سام بالمنطقة، حيث تم عمل طوق أمني لمنع دخول المتطفلين إلى منطقة الانفجار والحريق. تقوم الآن فرق الإطفاء بالتعامل مع الحريق ومحاولة إيقاف تسريب الغاز من خط الأنابيب الرئيسي الذي نشب فيه الحريق. تساندها مروحية طيران عمودي التابعة لشركة نفط الكويت، وهي صناعة إيطالية من شركة أغوستا ويستلاند، حيث تتميز هذه المروحية بقطع مسافة 800 كيلو بأقصى حمولة لها. تتضافر الجهود ما بين القطاعات النفطية والحكومية والمدنية وجمعيات النفع العام لاحتواء الأزمة والتعامل معها. تم الآن السيطرة على الحريق في شبكة خط الغاز وإغلاق الصمام الرئيسي المغذي للشبكة. نتج عن الحريق اشتعال منشأة نفطية قريبة من مصدر الانفجار،
وتتدخل آليات الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك بوحدة الإطفاء الخاصة بها، وذلك للتعامل مع حريق الخزان النفطي. تتدخل الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بآليتين إطفاء، آلية سلم ومكافحة، تساندها آلية صهريج المياه، وتتميز آلية المكافحة بأنها مزودة بسلم امتداد وسلة مزودة بمدفع مياه، وأقصى ارتفاع لهذه الآلية هو 36 متر. ونشاهد الآن عملية المكافحة والتبريد باستخدام مدفع الماء المزود بسلة الآلية، والتبريد من خلال المدفع الموجود فوق الآلية. ونشاهد الآن تدخل شركة إكويت للبتروكيماويات بوحدة الإطفاء الخاصة بها، وذلك لتأمين المنشآت النفطية المجاورة لمنطقة الحريق، تساندها آليات الحرس الوطني، من خلال آليتين، آلية مكافحة الحريق وآلية صهريج المياه. إن ما يحدث الآن على أرض الواقع هو التعامل المباشر مع الأزمة، ويتم ذلك عملياتياً في أرض الميدان، وهي تعتبر مرحلة من مراحل التعامل مع الأزمات والكوارث. تقوم الآن وحدة الإطفاء التابعة لشركة إكويت للبتروكيماويات بالتبريد على الخزان المجاور للخزان الذي نشب فيه الحريق، والعزل وتأمين عدم امتداد الحريق للمنشآت النفطية المجاورة، وكذلك استخدام قاذف الماء الأرضي لتأمين هذا الخزان. تم الآن السيطرة على الحريق والحد من انتشاره وتأمين المنشآت النفطية المجاورة له، و
وذلك من خلال التعاون والتنسيق المشترك ما بين وحدات الإطفاء بالقطاع النفطي. تساندها آليات الحرس الوطني بآليات مكافحة الحرائق. تدخل الآن زوارق البحرية التابعة لقوة الإطفاء العام تساندها الزوارق البحرية التابعة لوزارة الداخلية وكذلك زوارق الحرس الوطني، حيث نتج عن سلسلة الانفجارات وقوع حرائق متعددة في عدد من المباني المجاورة، كما تعرض أحد الموانئ الرئيسية والمخازن والمصانع المجاورة له إلى أضرار نتيجة الانفجار، وورود بلاغات عن مفقودين في البحر. سيدي الحضور الكريم، تشاهدون أمام المنصة مروحية الطيران العمودي تقوم بعمليات الاستطلاع والبحث الجوي وتوجيه الزوارق البحرية للتعامل معها. تتدخل الآن وزارة الداخلية وذلك لتأمين الغاز بالمنطقة حتى يتم التعامل مع الكارثة والأزمة الناتجة. ويتم الآن دخول مركز البحث والإنقاذ التابع لقوة الإطفاء العام وذلك للتعامل مع المباني التي يوجد بها أشخاص محتجزين وورود بلاغ بوجود مصعد آئل للسقوط بأحد المباني المجاورة لمنطقة الانفجار، حيث تم تجهيز فريق البحث والإنقاذ الكويتي التابع لقوة الإطفاء العام وفق أعلى تصنيف من معدات وآليات وتدريب الكادر البشري وفق تصنيف الهيئة الاستشارية الدولية لعمليات البحث والإنقاذ انسراج التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة. تساندها دوريات النجدة من وزارة الداخلية. حيث يتم الآن تعامل مركز البحث والإنقاذ التابع لقوة الإطفاء العام للمصعد الآل للسقوط ووجود أشخاص محتجزين بالداخل وذلك من خلال استخدام معدات النزول والقائم الثلاثي وحبال الانخراط الخاصة. حيث أن آلية إنقاذ واحد ريسكيو 1 وهي التي تم تجهيزها وتطويرها من قبل قوة الإطفاء العام داخل الورشة المخصصة للقوة، وهي متخصصة للتدخل السريع بالكوارث والأزمات. ونشاهد الآن دخول آليات مكافحة الحريق وآلية سلم الامتداد وآلية أجهزة التنفس وذلك للتعامل مع حريق في إحدى المباني المجاورة لمنطقة الانفجار. تساندها
آلية إنقاذ الحرس الوطني وإسناد من قبل إسعاف الحرس الوطني وامتداد الحريق لمبنى مجاور تتعامل معه وحدة إطفاء التابعة للحرس الوطني. حيث أن آلية مكافحة الحريق والإنقاذ تعتبر من الآليات المتطورة والتي تستخدم نظام المكافحة بالرغوة المضغوطة بالهواء والذي يطلق عليه نظام الكافس، وذلك من خلال 4 أنظمة مختلفة مزودة بها هذه الآلية. تقوم الآن فرقة الإطفاء باقتحام مبنى الحريق والتعامل المباشر للسيطرة على الحريق والحد من انتشاره. تساندها فرقة إطفاء الحرس الوطني وذلك لاقتحام المبنى المجاور والذي امتد إليه الحريق لتأمين المنطقة والسيطرة عليه. تم تأمين المصاب بالمصعد الآن للسقوط وتسليمه لإدارة الطوارئ الطبية وذلك لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة. تقوم الآن فرقتي إطفاء الحرس الوطني وفرقة إطفاء قوة الإطفاء العام بالسيطرة على الحريق وتأمين الموقع تساندها مروحية الاستطلاع الجوي. تعتبر آلية إنقاذ الحرس الوطني من الآليات المطورة والحديثة، وهي مزودة بعدد 5 أجهزة تنفس تتدخل الآن آلية السيول والأمطار تابعة لقوة الإطفاء العام والحرس الوطني، ترافقها مضخات السحب من وزارة الدفاع وكذلك صهاريج وزارة الأشغال العامة. للتعامل مع أي بلاغات واردة بهذه المنطقة. سيدي أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم، إن منظومة التكامل وتوحيد الجهود المشتركة بين الجهات المعنية هي أولوية وفق توجيهات القيادة السياسية كما نراها الآن بأرض الواقع بين جميع الجهات، مشكلة منظومة واحدة تعمل وفق فريق العمل الواحد، وهو ما لاقى إشادات دولية بالتمارين السابقة من قبل مراقبين تمارين شامل السابقة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للحماية المدنية، وذلك لاختيارهم منظومة التكامل الوطنية بدولة الكويت كمركز للعمل الوطني المشترك المتكامل ما بين الجهات الوطنية. تتدخل الآن آليات قوة الإطفاء من مركز البحث والإنقاذ للتعامل مع انهيار مبنى مجاور لمنطقة الانفجار. تساندها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة العام المرور وإدارة الأثر والأدلة الجنائية والمباحث الجنائية كذلك.
تقوم الآن آلية الانهيارات بالتعامل مع انهيار أحد المباني ووجود أشخاص مفقودين تحت الأنقاض، وتواكب هذه الآلية تطور معدات فرق البحث والإنقاذ العالمية من معدات تدعيم المباني وهي مزودة بأجهزة الاستشعار والاتصال تحت الأنقاض. تتم الآن عمليات التكسير بالمعدات الخاصة للقيام بمثل هذه المهمات، وذلك للبحث عن الأشخاص المحتجزين تحت الأنقاض. يتم الآن تسليم المصاب إلى إسعاف وزارة الدفاع ووجود إحدى حالات الوفاة بمنطقة الانهيار، ويتم تسليمها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية. إن تمرين شامل يهدف لتعزيز الدور المشترك ما بين جميع جهات الدولة التي بدورها تتعامل مع مختلف الحوادث سواء البرية أو البحرية أو الجوية، من خلال تشكيل قيادات مشتركة وذلك لتطوير العمل المشترك فيما يصب لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. ورد الآن بلاغ بهبوط في أحد الطرق الرئيسية نتيجة الانفجار ووقوع حوادث تصادم ما بين مركبات وانحشار أشخاص بداخلها. تتدخل الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية لتأمين الطرق، ترافقها الهيئة العامة للطرق وذلك لتقييم الطريق. تتدخل الآن آلية الإنقاذ والتدخل السريع التابعة لقوة الإطفاء العام وذلك للتعامل مع حوادث الطرق الناجمة عن هذا الانفجار، وكذلك آلية مكافحة الحريق بالمشاغل بالحرس الوطني، آلية إنقاذ يتم الآن تنسيق والتعاون المشترك ما بين قوة الإطفاء العام والحرس الوطني وذلك لاحتواء الموقع والتعامل مع حريق في إحدى المركبات، وكذلك وجود أشخاص محتجزين يتم تحريرهم وقطع المركبة بمعدات خاصة هيدروليكية تستخدم لمثل هذه العمليات.
حيث أنه حسب المعلومات الواردة من الضابط الميداني بوجود حالة حرجة بإحدى المركبات التي تعرضت لحادثة الصادمة تم تقييم انهيار الطريق من قبل الهيئة العامة للطرق وتأمين الموقع من قبل وزارة الداخلية لدار العامة للمرور لمنع دخول أي مركبات الطريق المؤدي لموقع الحادث. تقوم الآن فرقة الإنقاذ الخاصة بالحرس الوطني بإخراج الشخص المحتجز ونقله إلى منطقة الأمان. وكذلك تسليم المصاب الآخر إلى إسعاف إدارة الطوارئ الطبية تابع لوزارة الصحة. إن هذا التمرين الموحد هو السيناريو يحاكي الواقع ومن تجارب فعلية شهدتها البلاد في السنوات السابقة. فإن قوة الإطفاء العام مستمرة بنفس الخطة السنوية مع جميع الجهات ذات الصلة لمساندة بعضها البعض، حيث أنه منذ عام 2014 وصولاً لتمرين شامل 8 والتي وحدت كل هذه الجهات تحت قيادة موحدة مشتركة، تدخل الآن آليات قوة الإطفاء العام وذلك للانتقال للمرحلة الأخيرة من مراحل إدارة الأزمات والكوارث، وهي مرحلة التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. حيث يتم التعامل مع الكارثة والانتهاء منها وإزالة الضرر الناتج عن جميع الحوادث التي وقعت نتيجة تسرب الغاز والانفجار الناجم عنه، حيث أنه يتم تعديل الطرق المتضررة وإعادة التيار الكهربائي سيدي شاهدون أمام المنصة وقوع الانفجار الختامي لتمرين شامل، وتتدخل الجهات المعنية لإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي. حيث يتم إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة. وهنا من أمام المنصة تشاهدون سيدي هذا الانفجار الختامي ولوحة الشكر لسيادتكم. تتعامل الآن الجهات المعنية بعملية إعادة الحياة وذلك من خلال إغلاق الطريق وتحويل المسار وإيجاد بديل وتنظيم حركة السير من قبل وزارة الداخلية. حضورنا الكريم، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.